مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم امام رئيس اتش اس كرييتيف ديزاين سيرفيسز. حلقتنا اليوم مكملين مع السينما 4D R25 او R25، ودرسنا اليوم رح نحكي فيه عن الانفيرومنت او البيئه، يعني البيئه الموجوده او البيئه المحيطه الموجوده. وين بنلاقي ايام امام رئيس؟ بنيجي على الكرييتيف، بنيجي لهون على الانفيرومنت، بنلاقي في عنا عده شغلات، هي السكاي، الفلور، انفيرومنت، الباك جراوند، الفورورد او الستيج. او بنلاقيها بالقائمه المختصره عنا هون، عن هاي الدويرة أو مثل مبينة مثل الدائرة أو الكرة الأرضية، نكبس عليها بنلاقي في عنا عدة شغلات. طيب شو هنا؟ خلينا نأخذ السكاي أول شيء. هلا لما أخذنا السكاي، هي السكاي أنه عم نعطي إضاءة هون مثل ما عم يعطينا إياها هون. نحن عم نعطي إضاءة السكاي، هاي ضاغطين عليها، عم نعطي إضاءة السماء الطبيعية. فخلينا نحن نشوف، خلينا نأخذ سفير. السفير موجود هون، هاي السفير موجود هون، زود له السيجمنتس شوي. الإضاءة هلا مثل ما لكم شايفين، احنا الإضاءة تبعيت السكاي هي موجودة ديفولت أو هي الأساسية الموجودة هون مثل ما أنا شايفين، يعني أنا عم يعطينا الإضاءة العامة إضاءة السماء. طب احنا هون مشان بالرندر لنشوف، لما من الرندر خلينا نشوف شلون عم يطلع الشكل. طلع الشكل بهذا الشكل، هاي إضاءة إضاءة سكاي، يعني إضاءة سماء بس. طيب شلنا السماء وعملنا رندر، الرندر عم يطلع هيك شاشة فاضية أو شاشة سوداء. طيب هنشوف غير السكاي، شوفي في الفلور. الفلور هو يعني الارض او الارضيه او شو بتسموه، السطحيه، يعني الشيء اللي هو موجود على الارض. هاي الفلور اللي نحن محطوط رح نحطه هو الارض. هاي الارض حطيناها تحت السفير او الكره اللي بدنا اياها. وخلينا نشوف بالرندر شو بيعطي. عم يعطينا كمان الارض بهذا الشكل. طيب الفلور انا بدي اياه بغير لون، انا الفلور بدي اياه بلون احمر، بدي لون ازرق، مثل ما حكينا نحن انه شلون نجي بناخذ الماتيريالز، بنجي ناخذ ماتيريالز هون، بنضغط ضغطتين طلع لنا هون قائمه الماتيريالز. الفلور انا بدي اياه بلون احمر، على سبيل المثال اخذنا هاي على لون احمر، اخذنا فينا بنسحبها نحطها هون مثل ما حكينا بالدرس الماتيريال، او فينا نشيلها نشلحها هون دغري. طيب هلا صار هيك، ورجيني انا بالرندر كيف صار. لاحظ الفلور صار لون احمر، لا بدي اياه لون، انا بدي اياه غير لون، فهو نجي بنغير هون مثل ما حكينا، بدنا ناخذ هذا اللون، بدي اللون البني بهذا الشكل، وانا بدي ماتيريال ثانيه مشان اعمل هذا باللون الذهبي او باللون الازرق مثل هذا الشكل، بدي احطها على السفير تبعيتي. فالفلور هو عمليا عم يعطيك الارضيه بشكل عام، لاحظ عم يعطيك الارضيه من دون ما يكون انه في ظل او يعطي ظل تحت المجسم او يعطينا شيء، عم يعطيك هو الأرضية بشكل عام. طيب هلا إذا حطينا الفلور وحطينا السكاي مع بعضنا، حطينا فلور وسكاي، هاي الفلور والسكاي لا أحد أعطانا ضوء الشمس. طب هلا إذا عملنا الريندر، خلينا نشوف الريندر على الفلور وسكاي، ما صار شيء لأنه السكاي هي أخذت فقط إضاءة، أنه هي حاطة إضاءة السماء، يعني الشيء الافتراضي. طيب خلينا نشيل السكاي، خلينا شو في عنا غير الفلور والسكاي، شو في عنا شيء ثالث واللي هو الانفيرومنت. ضغطنا عليه حطيناها هلا هون، طلعت عنا هاي هي الشغله الثالثه الانفيرومنت. لاحظ نحن عم نزود الاضاءه انا هون، والاضاءه انا بتحكم باللون تبعها، بدي اياه احمر، بدي اياه اخضر، بدي اياه اصفر، انا بتحكم باللون تبعه. رح نحط خلينا احنا بشكل ابيض، لكن انا عم بتحكم هون بشكل. طيب هون بالنسبه للكلر، طبعا انا بدي اساوي انيبل فوق، يعني بدي اعمل فيه مثل شكل ضبابي او شيء، شغلته هون بدي اياه يكون بلون ابيض. خليني اشوف انا كيف طالع معي. لاحظ انه في عنا مبين فيه مثل ضبابيه، فهو شغال مثل كانه نحن في عنا ضبابيه. فينا نغير اللون، نحن نساويه احمر، احمر على سبيل المثال. خلينا نعمل كمان، لاحظ انه اساس في عندي شيء ضباب او اخضر الى اخره. طيب خلينا كمان نمسحها، وخلينا نمسح الفلور. شو في عنا شغلات فيها موجودة كمان؟ عنا الباك جراوند. الباك جراوند مثل ما لكم شايفين انه هي مثل الخلفية موجودة ثابتة، يعني بتجي على مبدأ السكاي، خلفية ثابتة، بحيث نحن لما نحن نعمل رندر فهي عمليا عنا اياها خلفية ثابتة. طبعا احنا بدنا احنا الباك جراوند تتغير بلون معين، فبنحط لها نحن لون معين تطلع. لاحظ كيف الباك جراوند عم يعطيني اياها، لانه هي باك جراوند فقط، عمليه خلفيه. عنا الستيج كمان هو بده يكون متعلق بالباك جراوند، لك حاطط لك الخصائص تبعيته، انه بالربط هو بالكاميرا وبالباك جراوند بشكل عام. لما نكون احنا عاملين
عدة شغلات بدنا نحطها. بعضها بنستخدم هون الستيج، يعني بنحط الباك جراوند وال لنتحكم كلهم فيهم مع بعضهم بالسكاي والكاميرا والفورورد، بنستخدم نحن الستيج. يا ريت ندعم الفيديو بلايك وكومنت ونشاركه ليوصل اكبر عدد ممكن من الناس مهتمه بالسينما 4D، واللي ما له مشترك بالقناه يا ريت يدعم القناه ويشترك فيها ويفعل الجرس لتوصله كل الدروس الجديده. كان معكم مام ريس، كونوا بالف الف خير.